ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى وأجمل مشاهدين في الدنيا كلها، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وبأحسن حال. كان الطلب مني في الفترة الأخيرة كذا حد طلب عاوزين طريقة تطويل الأظافر. للأسف أنا عشان مش بحب الضوافر الطويلة ومش بشجعها الصراحة، فكنت مأجلة الوصفة دي، أو بصراحة مش هضحك عليكم ما كنتش هعملها، لحد ما جت جودي بنتي قالت لي لا مش هتعمليها، هعملها أنا على طول. أنا مش بحب الضوافر الطويلة، ودايما بتلاقيني بقصص لها ضوافرها أول بأول، بس الوصفة دي فعالة جدا يا جماعة، يعني خلال 3 أو 4 أيام بالكتير هتلاقي فعلا ضوافرك طولت، وبقت يعني طولت شوية حلوين بمعنى أصح. جودي دلوقتي هتقول لكم الوصفة، حاولوا تعملوها زي ما هي بالظبط، وإن شاء الله هتجيب معاكم نتيجة كويسة. هنبدأ الحلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا يا جودي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة تطويل الضوافر بحاجات سهلة جدا وبسيطة. بصي، انت هتجيبي لي طبق زي ده، هتحطي لي فيه حوالي كوباية من المية. هتجيبي لي ايه كمان؟ هتجيبي لي نص ليمونة. هنعصر الليمونة، النص ليمونة دي قصدي، في المية. تمام اهو، بس مش هتحصرها كلها، يعني هتحصريها نص نص كده. هتسيبي حبة، هتسيبي حبة كده من الليمون في الليمونة دي. تمام، يعني بالشكل ده مثلا اهو، نص عصرة، يعني تحصريها نص عصرة في المية. معانا ايه كمان؟ معانا كربونات، وهنحط شوية من الكربونات على قشرة الليمون. قشر الليمون اهو، هنحط جواه كده شوية من الكربونات. تمام، حط شوية كمان يا جوسو. ايوه تمام كده بالشكل ده. وهتجيبي ضوافرك كده وتدلكي بالشكل ده كده على ضوافرك، بحيث ان احنا نفتح المسام وكمان ننضف الضوافر، ولو في جلد ميت ينزل. تمام، برافو عليك. هتعملي كده بالشكل ده كل بقى ضوافرك، بحيث ان انت تفتحي المسام وكمان تنضفي اللي هو. يا جماعه بصوا، حوالين الضوافر من هنا ومن هنا، والحته اللي تحت دي اهم حته، يعني تمشي كده بيها تنضفي الضفر كله من بره ومن جوه بيها كده بالشكل ده. تمام، شايفين انا نضفت الضوافر اهي. تاني حاجه هنعملها، هنحط ايدينا في الميه بقى، نشطف ايدينا في الميه بعد بقى ما تخلصي شوية. بعد ما تخلصي العشر ضوافر بتوعك، هتروحي بقى ايه في الميه الملمون اللي احنا عملناها في الاول دي، هتحطي ايدك فيها. انت هتنقعي ايدك بقى شويه الوقت اللي انت عايزاه، بس دقايق كل او 10 دقايق كده، بس كل ما طولتي كان هيبقى افضل، بحيث تطر الجلد اللي هو بتاع حوالين ضوافرك. تاني حاجه هتعمليها، تجيبي لي اي كوبايه من اي نوع زيت عندك. عندك زيت لوز حلو حطي، زيت لوز مر حطي، زيت سمسم حطي، اي نوع زيت عندك حطي. انا بفضل زيت الذره. تمام، هحط شويه. ده معلقه يا جماعه من زيت الذره. زيت الذره زي ما انتم عارفين، اذا كان حلو في تطويل الشعر جدا، فحلو برده في تطويل الاظافر جدا. وزي ما جودي قالت لك، لو انت عندك اي نوع زيت في البيت حطي، مفيش منه اي ضرر، بس حبذا لو زيت ايه الذره زي ما بقول لك. احنا تاني حاجه معانا هو الثوم المفروم، هناخد منه حبه صغيره هنحطهم على شويه الزيت. فص ثوم يا دوب، يعني انت هتجيبي معلقه زيت وتجيبي فص ثوم تطحنيه وتحطيه على الزيت. يفضل بقى ان انت مثلا تسيبيها نص ساعه، تمام، تاخد وتدي كده مع بعضها، وان الثوم ايه يعني يفرش شويه مع الزيت، يعني انت سيبيها نص ساعه الثوم مع الزيت. تمام، وبعد كده هتيجي تستخدميه. انت هتسيبيه حوالي نص ساعه او حاجه، وانا بس عشان ما اطولش عليكم في فيديو فهحطها دلوقتي. هتجيبي اي خله ودان عندك، هتحطيها كده بالشكل ده على الزيت، اي خله اسنان او اي اللي هي بتاع الودانه، او احسن حاجه بقى لو انت عندك ازازه مانيكير فاضيه، تمام، كبي الخليط ده بقى فيها، لان ده انت هتستخدميه. اوعدك يا جوجو، ده انت هتستخدميه بشكل يومي، اللي هو الثوم مع الزيت، زي ما قلت لك، زي ما الثوم بيطول الشعر والزيت الذره بيطول الشعر، برده نفس الكلام بيطول الاظافر. فانت هتعملي الخليط دوت وتحطيه في ازازه مانيكير فاضيه عندك، او هتحطيه في اي كوبايه مفيش مشكله، وتجيبي بقى خله اسنان تحطي فيها قطنه، او اي تاني فرشه زي ما قلت لك، فرشه مانيكير، يبقى حلو جدا. وهتستعملي زي ما جودي هتقول لك كده. هتجيبي مثلا لو عندك خله ودان وتروحي حاطه كده على الضافر، شايفين، هتروحي حاطه في كل الجوانب هنا مثلا. تمام بالظبط كده،
هتعملي في كل الجوانب بتاعة الضافر كده. يعني الضافر ذات نفسه وحوالينه كلها، كل اللحم اللي هو ايه بيبقى محاط بالضوافر ده، جمع عليها كل كل المنطقة الحتت كده، داير ما يدور على الضافر، هتحطي كده بالشكل ده، شايفة اهو. وتدخلي برضو من جوه في الضفر من هنا كده من جوه في كل حتة، يعني الضفر كله تاخديه داير ما يدور. وتاخديه كده تعملي بالشكل ده. خلاص انت عملتي، هتسيبيه شوية هتلاقيه مش اقل من ساعة يعني، يعني سيبيه يعني حطيه وسيبيه، مش لازم مش لازم تغسليه. هتسيبيه هتلاقي خلال 3 ايام او اكتر شوية هتلاقي ضوافرك طولت بشكل جميل جدا. هي الوصفة دي تحفة يا جماعة بأمانة، بتطول الضوافر بشكل رهيب، تمام، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بتنضف حوالين ضوافرك لو في زيادات او في اللي بيسموها ودنه او الكلام ده، كل ده بتشيله، تمام. وايه برضو نسيت اقول لكم، حنه الضوافر يا جماعه طريقتها على القناه لو حد عاوزها، زي احنا عاملين طريقه حنه الضوافر مع بعض جميله جدا وليها لمعه زي المانيكير، لو حد عاوز الطريقه هتلاقي فيديو ليها على القناه، ما تنسوش تشوفوه. طيب الوصفه اللي جودي عملتها دي احنا هنستخدمها ازاي؟ اول حاجه حبيبه قلبي اللي هي الحركه بتاعه الليمون بالكربوناتو دي، هتستعمليها مره في الاسبوع، يعني انت هتيجي اول حاجه هتنضفي ايدك بالليمون والكربوناتو ده مره، تمام. كل يوم بقى هتيجي تستعملي الوصفه ديت اللي هي الليمون مع سوري معذره الزيت مع التوم، دي بقى اللي هتستعمليها كل يوم مرتين ثلاثه زي ما تحبي طول ما انت قاعده، وزي ما بقول لك حطيه وما تغسلهوش، يعني ما فيش منه اي ضرر، بالعكس بقول لك هيطول لك ضوافرك بسرعه رهيبه. دوت هتاخديه تستعمليه كل يوم لمده يا دوب اسبوع بالكتير جدا، هتلاقي ضوافرك تولد بالشكل اللي انت عاوزاه. تعبناكي معانا يا جوجو ونورتي القناه. اتمنى الوصفه يا جماعه تعجبكم، وانتظروني ان شاء الله قريب في على قناه وصفه وتركيبه، هعمل لكم صابونه ما حصلتش ولا هتحصل تاني على اليوتيوب. اللي ما اشتركش يا حبايب قلبي في قناه وصفه وتركيبه هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق، يا ريت تنورونا وتشتركوا، واللي ما اشتركش في قناتي ينورني برضو. اختم الحلقه حبيبه قلبي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.